الكرام، معنا ريحانة من مدينة الدار البيضاء. ريحانة صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل ريحانة، توحشنا صوتك معنا. الله يبارك فيك. تفضل، شنو الاقتراح ديالك لينا هذا الصباح؟ عندي كيك بالتفاح. المقادير فيها 4 ديال البيضات وكاس ديال الزيت. دائما الكاس كنعبرو بالكاس ديال العنبة. أيه. عندنا كاس ديال السكر سنيدة وكاس من عصير البرتقال. عندنا قشرة ديال الحامضة، هذيك الحامضة اللي كنحكوها كنعصروا العصير ديالها. عندنا قبيصة ديال الملحة وجوج ديال الخمارات. الكيس الواحد كيعادل 7 غرام، بمعنى عندنا 14 غرام. عندنا 3 ديال التفاحات اللي كيكونوا مقشرين ومقطعين شرائح وكنعصروا عليهم شويه ديال الحامض. وعندنا جوج كيسان ديال الطحين فيها 4 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيدة وكاس من عصير البرتقال. عندنا عصير ديال الحامضة مع القشرة ديالها وقبيصة ديال الملحة وجوج أكياس ديال الخميرة ديال الحلوة وثلاثة ديال التفاحات اللي كيكونوا مقشرين مقطعين شرائح رقيقة وكنعصروا عليهم شوية ديال الحامض وجوج كيسان ديال الطحين. جوج كيسان ديال الطحين. ودائما الطحين كيبقى حسب الخليط، اذا لاحظوا ان الخليط كيكون شويه خفيف نزيدوا شي جوج معالق بحال هكاك ديال الطحين. صافي. الطريقه كنخلطوا السكر مع البيض والزيت والملحه، كنطرب غير شويه ريحانه عافاك. واخا كنخلطوا السكر مع ايش؟ مع البيض والكاس ديال الزيت وشويه ديال الملحه. اما في الخلاط الكهربائي او كنطربوهم بالطراب الكهربائي ايضا. حتى كيضاعف لنا الحجم ديال الخليط كنضيف عصير البرتقال، كنستمر في الخلق. كنزول هذاك الخليط نوضعه في واحد الاناء، كنضيف ليه القشره ديال الحامضه مع العصير ديالها، كنضيف طحين شويه بشويه. اللي كنوضعوا في الاناء شنو كنضيفوا عليهم؟ القشره ديال الحامضه مع العصير ديالها. وكنضيفوا الطحين اللي كيكون مغربل من قبل، كنضيفوه شويه بشويه مع الخميره في الاخير. كنخفقوا السكر مع البيض والزيت وشويه الملحه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. عاد كنضيف كاس ديال عصير البرتقال، كنوضع هذاك الخليط اللي خفقت في واحد الاناء، كنضيف ليه القشره ديال الحامض مع العصير ديالها. كنحرك غير بالطراب يدوي، كنضيف طحين شويه بشويه مع الخميره اللي كيكونوا مغربلين من قبل. كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. كنحتاجوا المول الدائري اللي كندهنوه بالزبده وكنرشوا بالطحين، كنفرغ فيه هذاك الخليط ديال الكيك، وكنوضع الشرائح ديال التفاح اللي كيكونوا بطبيعه الحال رقاق بشكل اللي كيكون متناسق، يعني بشكل دائري كتعطينا بحال شكل ديال الورده. في الاخير كنرش رقائق اللوز بالاعلى، يعني هذه كفكره اللي كتعطي واحد منظر جميل في الاخير ديال الكيك. كندخلوها كطيب فرن اللي كيكون متوسط درجه الحراره، راه التفاح كيبقى بالاعلى وايضا رقائق اللوز كتجي محمره وكتجي لذيذه ورائعه. تبارك الله عليك. نعاودوا الطريقه عافاك. مرحبا. كناخذ اما الخلاط الكهربائي او كنطرب السكر والبيض والزيت وشويه الملحه حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. كنضيف عصير البرتقال وكنستمر في الخفق. كنوضع هذا الخليط في واحد الاناء، كنبدا نضيف اولا القشره ديال الحامضه مع العصير ديالها. كنطرب غير الطراب يدوي. كنضيف الطحين تدريجيا مع الخميره في الاخير اللي كيكونوا مغربلين من قبل. هذا السر باش كينجح لنا الكيك وكيجي طالع، ضروري ما يكون مغربل. صافي. كناخذ واحد القالب دائري تقريبا 26 سنتيم او 25 سنتيم، كندهنو بالزبده ونرشو بالطحين. كنفرغ فيه الخليط ديال الكيك، كنوضع الشرائح ديال التفاح بشكل اللي كيكون متناسق بالاعلى كتعطينا واحد الشكل ديال ورده. كنوزع رقائق اللوز كميه اللي كتكون قليله، جوج معالق حسب المتوفر. كندخلوها للفرن كطيب، كتاخذ لينا تقريبا ما بين 30 حتى 35 دقيقه. كتجي محمره ورائعه ولذيذه بمذاق البرتقال والتفاح وايضا الحامض.
ما عندي مثالك ريحانة، أكيد كيك غادي يكون شهي وسهل حتى في التحضير دياله، ما فيه شي حاجة اللي هي صعبة. نعم. تبارك الله عليك ريحانة، وإن شاء الله خليني